الشرف مع شباب قسنطينة، مباراة انتهت بالتعادل هدف لهدف هذه المباراة. طبعا أولمبي شرف دخل هذه المباراة بعد فوزه بأخر ديربي عادت أو انتهت بالتعادل هدف لهدف بنتيجة إيجابية بعد آخر فوز في ديربي تلمسان. بوغطايا سجل للأولمبي في الدقيقة 54، ثم عدل مقران في الدقيقة 73. الصور نكتشفها مع بعض، وجلول طرشون سيتحدث عن هذه طبعا عن لقطة ضربة الجزاء التي ضيعها بالجلالي مثلما نشاهد فيها الصور. هذا هدف بوغطايا في الدقيقة 54 قبل التعديل بالنسبة لأمقران الذي سجل لشباب قسنطينة في مباراة كانت متكافئة ومفتوحة على كل السيناريوهات. سنتحدث عن اللقطة التحكيمية الموجودة في هذه المباراة ريثما تجهز بإذن الله.